مواس بعيدا عن المباراة، أنا أستطلع آراء اللاعبين المحترفين حول موضوع رفع الحظر عن الملاعب العراقية. الشقيق السوري ممكن رسالته مختلفة جدا، نفس الظروف نفس الأوضاع، اليوم تحسن الوضع بالعراق، يعني رفع الحظر وإن شاء الله يتحسن في سوريا ويرجع اللاعب السوري يلعب في سوريا كمنتخب وطني. رسالته أول شيء الحمد لله، ألف مبروك للعراق رفع الحظر. هذا بالعكس، هذا الشيء فرحنا عنا يمكن قبل المنتخب العراقي، مشان نحن التصفيات اللي جاية نلعب ببلدنا، بلدنا العراق. هذا الشيء بالعكس يفرحنا عنا كسوريين، لأنه نحن عارفانين إذا منتخب سوريا على العراق راح يحضر جماهيري أكثر يمكن من منتخب العراقي. هذا الشيء اللي عم يفرحني إلي، يمكن أنا جيت على العراق وشفت الشيء يمكن 2012 أول مرة كنا عم نحاول رفع الحظر، كانت هون بالملعب الشعب 2012. الشيء فرحنا، يمكن شجعونا انه كمنتخب سوري اكثر من المنتخب العراقي، والحمد لله بالعكس هذا الشيء فرحنا، فرح جميع الوطن العربي وبالاخص نحن السوريين فرحنا، لحتى الاستحقاقات القادمه نحاول ناخذ ارضنا هي العراق ان شاء الله.